الرحمة على شهداء الثورة السورية والفرج القريب للمعتقلين في سجون الطاغية المجرم الإرهابي بشار الأسد والعودة للمهجرين. أستاذي، بالتزامن مع أزمة المحروقات غير المسبوق التي تعاني منها مناطق سيطرة الأسد، سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار انهيارا اقتصاديا جديدا، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. يعني نلاحظ الآن ارتفاع الليرة مقابل الدولار 6200، وبقى تتحدث على أن مصرف سوريا المركزي وصل إلى حالة الإفلاس وهو غير قادر على دفع رواتب الموظفين. أستاذي الكريم، بعد قانون الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو قانون الكبدكون الذي يهدف إلى عزل وخنق النظام الأسدي، أيضا القانون السابق قانون قيصر الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أيضا معاقبة على المجازر الجماعية التي ارتكبتها عصابة أسد، أيضا الآن يدرس قانون حفار القبور. أنا أقول لك انهيار الاقتصاد الأسدي أصبح قريب جدا. بعد هذه العقوبات الدولية من المستحيل إعادة تعويم هذه العصابة أو هذه المافيا، لا أقول أنا حتى نظام. أستاذي الكريم، الآن المواطن في درعا أصبح حلم أن يشتري كيلو البندورة، ما كانت تصدر لدول الخليج ولكل سوريا، كانت الخزان في مجال الزراعة. سعر جرة الغاز الآن في درعا في السوق السوداء 180,000، ومن المستحيل يعني لا، انا برايي ليس هنالك اي حلول، لانه انهيار الاقتصاد وانهيار العمله الان وصلت الى حد قياسي، من سوق قرابه الاسبوعين الى 7200، الان 6200. المصرف المركزي ممكن ان يكون هنالك حاله افلاس وعدم رفع الرواتب حتى للموظفين. ايضا روسيا غارقه في المستنقع الاوكراني، لن تستطيع مد هذه العصابة المتهالكة، هذه المافيا. أيضا إيران التي كانت تمد الأسد بملايين البراميل من البترول، أيضا الآن هي الآن هناك ثورة. نعم. في وللأسف تعتيم أعلامي كبير حول إيران، هناك ثورة في إيران، لن تستطيع إيران مد الأسد في المساعدات. أيضا أستاذ زياد، الانفراجات السياسية لا سيما محاولة التقارب مع النظام التركي الأخيرة برعاية الروسية، هل ستساهم في تخفيف الضغط في الأزمة الاقتصادية؟ من المستحيل، أقول أنا من المستحيل إعادة تعويم مافيا عصابة أسدية بنيت على الإجرام والإرهاب والقتل. صدقا ممكن التقارب السياسي التركي الأسدي من أجل الانتخابات فقط، من أجل الانتخابات التركية فقط، ولن يكون هناك. أستاذي الكريم، قانون الكبدكون الذي أقره جو بايدن وقانون السابق قانون قيصر، والآن هناك قانون حفار القبور. يعني أنا أستغرب، حتى من أجل الانتخابات يجب أن لا يكون هنالك تقارب. يعني أنا أتقارب مع دول عظمى، إن كانت ممكن روسيا، بريطانيا، ألمانيا. نعم. التقارب مع عصابة متهالكة ساقطة معزولة دوليا، ما هي يعني لا توجد هنالك مصالح غير ممكن أن تكون هناك مصلحة من الانتخابات. وعتبنا كبير على تركيا التي تستقبل 5 مليون لاجئ سوري أن يكون هناك تقارب، ولكن نعم. أقول من المستحيل أن يكون هنالك انفراج على هذه المافيا أو على هذه العصابة، خاصة بعد الآن أستاذ الكريم، بعد ممكن أشهر أن يكون هنالك قانون حفار القبور قد يصدر، وبعد هذه القوانين زيادة الخناق على هذه العصابة راح يكون العزلة سوف تزداد، ولن يكون هنالك، من المستحيل أستاذ الكريم، إعادة تعويم هذه العصابة الأسدية. إرادة الشعوب الحرة ولن تخر بإذن الله، إرادة الشعب السوري الحر السائر الذي استمر 12 سنة. نحن لما انطلقنا بالثورة السورية منذ أيامنا الأولى لم كنا نعتمد لا على تركيا ولا على أمريكا ولا على بريطانيا، كان اعتمادنا على الله أولا وأخيرا.
ثورة حرية وكرامة، الثورة فكرة والفكرة لا تموت. نعم. بإذن الله مستمرين. هذه العصابة المتهالكة أقول لك كان الله بعون أهلنا في مناطق الأسد، والله كان الله بعونهم. الآن جرة الغاز أصبحت حلم، الكيلو البنادور أو كيلو البطاطا الحلم، اللحمة لم تدخل المنازل منذ أشهر إلى العائلة السوريين. كان الله بعون أطفال سوريا في مناطق سيطرة الأسد. وضحت الفكرة أستاذ زياد، أشكرك. شكرا جزيلا الإعلامي والناشط السياسي زياد إبراهيم على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من برلين.